مقندر وماقا سائل لي اللهت. أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناة منير القريشي في الفلوق السادس. اليوم إن شاء الله تغطيتنا تكون في مدينة كتناون، ابقوا معنا. رحلتنا اليوم راح تكون رحلة بحرية استرخائية استجمامية، أتمنى أنكم تستمتعون معي بالأجواء الجميلة، وإذا في شيء أعرفكم عليه أعلمكم أنا بعد شوي. إذا وصلت الشاطئ البحري الله يكرمك ارمي نعولك وامشي حافي القدمين زي كذا. يقولون انها مفيدة، انا ماني فاهم في الطب، نجرب تنشط نحفز الخلايا الداخلية. زي ما تشوفون في حصى تحت، شكلي بس محتاج ربوعة، ابي اوريكم الصلع، ابي انزلها بعد شوي بس عشان اللقطة ما تنزل. مرحبا بكم في مدينة تتناون البحر والحصى، كان يوجعني روح اسبح، خليكم معي. هيا بنا إلى البحر، شلونكم بالسلقة؟ هيا بنا. اللي يبغى يجي للمنتجعات البحرية وده يسترخي ويجلس ويريح قبل يطب في البحر، ممكن ياخذ مثل الجلسات هذه. شوف صارت جميلة ومصنوعة ضار من خشب، اتوقع انها من خشب البامبو، عاد رح دوروا شو معنى البامبو في العربي. المهم انها جلسة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، جلسة حلوة وجميلة. الجو برا حر لكن الجلسة داخل ما شاء الله تبارك الله، كأنك وين داخل غرفة باردة. على ما قال فلان منير ابروفز، عقب ما تخلص من البحر من السباحة وكلك موية مالحة وكذا، بإمكانكم الله يكرمكم عندكم دورة مياه وتتروش في نفس الوقت، أو عندكم المغاسل. وفي جلسات ثانية طبعا، اللي يبغى جلسات كبيرة واللي يبغى جلسات صغيرة هذه موجودة كلها هنا، وكل واحدة لها سعر مختلف. شوفوا زي الكبيرة هذه ما شاء الله، هذه تكفي تقريبا 15 نفر، عائلة كبيرة. كنت أنا دائما إذا جيتها أجي للبحر دايركت، لكن بحاول بعد شوي إني أدخل المدينة وأشوفها. طبعا من هنا تجي زين وتروح زي ما تشوف، إن بغيت تروح قدام بعد أو إن بغيت تأخذ لك ريزورت، وهذا مدخل ريزورت. كيف؟ هذا سيد كلبي يشوف فينا العين. هلو مستر دوغ، واريو. طبعا وقت الاكل عندهم شيء مقدس، اذا جاء وقت الغداء او الفطور او العشاء او اي وقت ما يفوتون دقيقة، لازم ياكلون. زي العائلة قبل شوي داخل قاعد ياكلون، شوفوا. وانا بعد بروح اتغدى، بروح
اخذ لي لقمه خفيفه بتعود مثلهم. الله يزين البراد. عقب ما دخلت المويه المالحه قبل شوي والحين جتني كذا نسيم بارد، هواء بارد منعش، بس لازم بعد شويه تروح تروش من المويه المالحه. الفلبين عندهم مطاعم كثيره، ولكن من اشهر المطاعم حتى عندنا في السعوديه يمكن مطعم او مطعمين او فرع او فرعين. مطعم ايش؟ مطعم جليبي. اللي يبغى يجي.